مرحبا بكم في شي تيك. ثورة الطباعة ثلاثية الأبعاد فتحت مفاهيم جديدة في عملية الطباعة في مختلف المجالات. فقد طورت شركة MX3D الهولندية نوعا جديدا من الطابعات ثلاثية الأبعاد اتبعت في مفهومها التفكير خارج الصندوق، حيث كشفت عن روبوت أو رجل آلي على شكل ذراع ضخمة يمكنه طباعة الأجسام المختلفة في الهواء وخارج الصندوق. فمن المعتاد للطابعات ثلاثية الأبعاد أن تتم العملية بداخل صندوق. هذا الروبوت تم توظيفه في مشروع MX3D Bridge Project لبناء أول جسر في العالم فوق إحدى القنوات المائية بأمستردام. الروبوت له قدرة على طباعة الأشكال المنحنية من المعدن بحيث يسخنها إلى درجة حرارة تصل إلى 1500 درجة مئوية، والروبوت يتم التحكم به من خلال برنامج خاص تعمل على بناء وتشكيل مجسمات قوية وذات تصاميم معقدة ومختلفة. المميز فيه أيضاً هو قدرته على استخدام المواد المستدامة للطباعة. ماذا يعني ذلك؟ MX3D ابتكار من شأنه أن يحدث ثورة في مستقبل البناء وطبيعته. وهذا شيء تك. كان معكم سلطان بتاوي، العربية.